هزاع يا مرحبا يا هزاع. يا مرحبا يا ابو شوق. هزاع وش تقول في كلماتك اولها ايش؟ سلم على اللي كل ما ضاق ضاق جاب القلم وسد اليدينه. سلام. مشتاق والله حيل مشتاق والشوق قد بيح كنينه. لا عاد اسمع طاري فراق يجعلني فدوه العينه. يا سلام يا سلام يا سلام. صح لسانك يا حبيبي. صح الله بدلك. تعال يا سلطان. سلطان سلطان تعال يا سلطان خليك معي. بيجيك بيجيك. طيب كيف بدات الفكره؟ كيف؟ كيف بدات الفكره؟ كيف بدأت؟ من اختار النص؟ النص هو موجود عندي من قبل، وكنا قاعدين نسولف انا وسلطان تحت الهواء، وقال لي ابغي قصيده، وعديت له القصيده هذه وقال عرضت عليه اكثر من نص واختار هذا النص؟ لا لا كنا نسولف عادي دردشه عاديه. اها. وسمعت القصيده هذه وقال اعجبتني وبشلها. وابغى اشيلها. وهو الظاهر مش مقتنع بصوتها ترى. مع ان الكل اشاد بصوتها هنا بس هو نفس المشكله. نفس المشكله اللي قلناها. سلطان الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو شوق. والشباب جالسين يتناقشون منصور قبل شوي وعلي يتكلمون عن فكره انه صاحب الصنعه يكون متردد وغير صاحب الصنعه يكون جريء، وانت ما شاء الله صوتك جميل. اللهم لك الحمد. حسب ما معناته انه سوء فيك، بالعكس هذه قوه فيك يا سلطان. او تسمع خير باذن الله. الصوت اللي كله مليء بالزكمه، فانت واحد تسلم عليه اليوم سمع قرار عندك. فهذه بالعكس مو ضعف، هذه قوة يا سلطان. الحمد لله. يعني الشخص يجي، أنا مثلا رائد أعمال لكن دخلت البرنامج وأنشدت وصوتي جميل الحمد لله، مثلت وأبدعت. ترى سلطان من الممثلين المبدعين، وأدى في الدراما الماضية الأسبوع الماضي، أدى أداء جبار في دور شخصية أهل الحجاز. صحيح. ومثل من خلال التمثيل كممثل منشد رائد أعمال، يعني ما شاء الله تبارك الله. مثلا اني ينطبق عليه ثلاث صناعات بتاع كله. لا لا ما ينفع بتاع كله فعلا. سلطان بتاع كله حبيبي. سلطان ما في مشكله تصير بتاع كله، بس تكون متقن كل شيء الحمد لله. لكن يعني لكن في غيرك بتاع كله هو مو متقن شيء. يعني انت ما شاء الله اذا انت بتقول انا بنشد وانا بتكلم في الاعمال وبتكلم في الشعر وبتكلم كذا، اذا كنت متقن هالمجالات وش المانع؟ ما في مانع. في ناس فتح الله عليهم في اكثر مجال، ولعلك تكون منهم يا سلطان. ايضا شاركت يا سلطان قبل برضو في اوبريت رضاها مجنه. صحيح صحيح. ودشنت شيل ايضا في زد وسطك. صحيح. طيب يعني سلطان رجل ما شاء الله تبارك الله جالس يعيش تجارب حلوه وجميله. مبروك. اتمنى لك التوفيق وشد حيلك وباذن الله ترى نجاح الشيلة في تباركنا لك يا سلطان. الله يطول عمرك يا منصور. تشكر على العمل. الله يطول عمرك. انت رائع يا سلطان. اقدم. الله يجزاك. والشباب اللي معك ما شاء الله نماذج رائعه، سواء كان الشاعر او الملحن او الجميع اللي اشترك بالعمل. يعطيكم العافيه. هزاع بتختم بشوق. اللي جاب القصيده هذه انك كنا قاعدين نسولف ويسالني، كنت اسولف معه على البحور الاماراتيه. يا سلام. فسالني قال لي وش البحور الاماراتيه اللي عندكم؟ فطرحت له اسم البحر وقال لي سمعني شيء من اذا تحفظ شيء. قلت انا عندي قصيده على نفس البحر. يا سلام. وسمعتها وعجبتها القصيده لاني احب صراحه الالحان الاماراتيه واحب الكلمات الاماراتيه. وهذا جزء من مشروع هزاع، انه ذكرنا في المشروع حقك في ست فرصتك. اذا نسيت احنا ما نسينا. لا ما نسيت. انت قلت انا بنشر البحور الاماراتيه وبتكلم عنها وهذا احنا تكلمنا عنها وبنرد نتكلم زياده بعد. جميل. يعطيكم العافيه. اخر شيء ابو شوق، هل في شيء بتطلعون الكلام اليوم عن الشيله؟ تقرير؟ لا ما اتوقع. انه ضمن تقرير يلتي اذا كانت موجوده ولا لا، لانها صارت في اخر بعد العشاء. توكل على الله. موجوده في. لا تنتظر شيء. موجوده في التقرير. سلطان الشيله بتشوف مشاهداتها ان شاء الله يا رب اكثر بكثير من تقرير العرب اليوم. التقرير اللي عندنا اليوم والف بس الف مبروك. قبل التقرير يا سلطان، اول شيء انت تميزك ما شاء الله ما يحجب، وعمل رائع اللي سويته انت وهزاع. بس نقطة، انت اذا تميزت بشيء لا تنتظر بس كلام اليوم اللي يتكلم عنه. لا 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 والله لا والله والله انا ابشر بشوف. خليني اكمل الفكرة. طبعا. فعلك اللي سويته اليوم كفيل ونجاح رائع. الله يسلمك. نفس الشيء على الجمهور اللي يتكلمون بخصوص هذا الموضوع. لا ينتظر اي احد انه متسابق. صحيح. اللي يحبه لازم يتكلم عنه كلام اليوم. صحيح. كلام اليوم فقرة مدتها ساعة ما تقدر تغطيها. يعطيك العافية سلطان والف الف مبروك. سلطان وهزاع الله يبارك في عمرك. الله يبارك. شكرا للتخيل اللي كان رايكم. اي والله شكرا لك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا جميلا. دقيقه اخوي هاني، انا عندي تقرير. لا قبل التقرير نقدر نسوي